هجرة أكثر من 3000 ممرض وممرضة من أصحاب الخبرة والكفاءة أزمة جديدة تضاف إلى تداعيات الانهيار الاقتصادي على قطاع التمريض في لبنان، فمستويات الأجور المتدنية وفقدان العملة لقيمتها دفعت العديد منهم للهجرة إلى بلدان أخرى هربا من الظروف المعيشية الصعبة. نحن خسرنا 44 ممرض من بداية الأزمة حاليا، اذا وهذا الشيء اكيد ترافق مع تسكير طوابق لانه ما فيك تلبي حاجه المرضى. ومن هون كان اشراك الناس اللي عندهم خبره واللي حابين نحن انه يستمروا معنا، إن يكون عم نخلطهم عم نحطهم ضمن مشاريع يقدروا يستفيدوا منها، ان كان عبر سماح لهم انه يشتغلوا محل تاني بدوام اخر خارج دوامهم، او عبر انه الدعم داخلي ببعض الطوابق عم تقوم فيه منظمة الصحة العالمية. تصحيح رواتب العاملين في القطاع الصحي الذي قامت به وزارة الصحة مؤخرا تصفه النقابات بالحلول غير المستدامة، فراتب العامل في التمريض لا يتجاوز 100 دولار ولا يكفيه بدل المواصلات اللازمة للوصول إلى عمله. الجيش الأبيض خضنا معركة طويلة عريضة مع لجنة الصحة النيابية لإقرار بند له علاقة بتعديل 359 اللي هو إعطائهم مساهمات مالية توازي قيمة رواتب العاملين، لكن اصطدمنا بواقع عين إقرار موازنة 2022 ما تم إقراره. يمكن معالي الوزير هلأ من بيئة المستشفيات الحكومية كونه كان مدير شعر معنا وقدر يجيب تمويل مع مجلس الوزراء، ما بعرف إذا بيتغير الوزير بتيجي حكومة جديدة هل حيضل هذا نفس النهج؟ وهنا في مستشفى سبلين الحكومي يقوم العاملون فيها بجهد مضاعف ويضطرون للعمل لساعات أطول لتلبية احتياجات المواطنين. النزيف البشري الذي يشهده قطاع التمريض في لبنان يهدد بإغلاق عدد من الأقسام في المستشفيات الحكومية، ما يعني تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الذي يبحث عن العلاج شبه المجاني. سارة شحادي، المشهد، سبلين، جبل لبنان.